السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف أبدأ منين، بس ده أول فيديو بعد تجهيز المكان بتاعي، سواء بصور فيه اليوتيوب أو بتاع الكورسز الأونلاين بتاعتي. استغليت الوقت الأجازة وجهزت المكان اللي أنا بشتغل فيه علشان يكون فيه محتوى أفضل إن شاء الله. النهاردة هنتكلم عن فيديو مهم جدا جدا جدا. وحشتوني بقالك اسبوع تقريبا ما نزلناش حاجه، او اكتر من اسبوع. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه جدا جدا جدا. انا نزلت بوست قريب جدا على الفيسبوك وقلنا ان تاسيس الطفل النهارده حاجه مهمه جدا جدا ومطلوبه من ولي الامر في البيت. يعني بمعنى يعني ما ينفعش اجيب مدرس واقول له ابني عندك تسمع له تكتب له تذاكر له، انا ماليش علاقه بيه، حتى لو هو شيخ المدرسين، حتى لو هو شيخ المدرسين ما ينفعش كده. لازم تكون في لينك وفي اتصال بينك وبين ابنك، لازم يكون في اتصال ولينك بينك وبين ابنك، لازم. طب انا ما بعرفش اذاكر، ما تذاكرش، اقعد معاه وقت واجبه، اقعد معاه وهو بيذاكر، تمام. حد علق على البوست ده وقال انا ابني 4 سنين ومزهقني ومطلع عيني وما بيكتبش وما بيعملش و و و و. فانا علقت وقلت كالعاده حاجه واحده بس تخليك تصبري على ابنك. 4 سنين مش كبير ومش صغير، وهقول دلوقتي ازاي في الفيديو ده يعني ايه مش كبير ويعني ايه مش صغير. 4 سنين لازم يبدا علشان المنهج الجديد ياخد 4 و5، يدخل 6 سنوات جريد 1، متاسس كتابه وقراءه انجلش فونكس صوتيات، عارف يعني ايه صوتيات، متاسس كل الحركات عربي وعارف كل الحركات عربي، عارف يقرا ويكتب ويتملى. الماث والحساب نفس الحكايه. طيب اما ايه يعني لسه صغير؟ كبير عرفنا لسه صغير، معنى افتكر ابنك او افتكر نفسك في المرحله العمريه دي وانت عندك 4 سنين، لا بتروح حضانه ولا واجبات ولا حتى تعرف يعني ايه تعليم. كل اللي كنت تعرفه تف على عمه قول له معرفش ايه، اضرب خاله، اضرب عمه، كل اللي تعرفه. فرفقا بيهم يا جماعه، واحده واحده. ما تنساش ان المرحله دي 4 سنين اول مره في حياه الطفل يكتب، واول مره في حياته هيتعود يقرا، واول مره في حياته هيلتزم بواجبات، واول مره في حياته هيلتزم بمواعيد وحصص وهيحضر. انت عارف يعني حياه تانيه خالص. ما تجيش بقى وتقول انا ابني مطلع عيني، ما هو ده طبيعي جدا جدا جدا، ده حاجه اول مره انت كبير، واحد كبير تعال النهارده اتعلم برمجه، انت واحد كبير في السن اهو، تمام. شوف مدى الصعوبه اللي هتاخدها في اول شهر واول شهرين وثلاثه واربعه لما تعرف حتى، وهتزهق طبعا. انت واحد كبير بيتعلم السواقه، هيتعلم في يوم وليله؟ لا طبعا، بتاخد وقت كبير جدا 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 جدا. ولما تتعلم السواقه وانت كبير مستحيل مستحيل تكون نفس اداء اللي اتعلم سواقه وهو صغير. عشان كده بنهتم بالمرحله العمريه دي. تاني، 4 سنين مش كبير ومش صغير. مش صغير عشان المنهج جديد محتاج يتاسس، ومش كبير ما نستعجلش عليهم وما نضغطش عليهم علشان تاني وتالت ورابع. التعليق ده كتبته، قارن نفسك بابنك وانت صغير، وانت عندك 4 سنين كنت بتعمل ايه؟ هتلاقيه هو متفوق عليك في كل المراحل. بيعرف يمسك الموبايل، بيعرف يتكلم احسن منك، بيعرف يكتب، بيعرف يمسك القلم، عنده تحصيل، بيصحى بدري احسن منك. انت الوقت ده ما كنتش يعني ما تعرفش يعني ايه اصلا صحيان بدري، ويعني ايه التزام، ويعني ايه البس، ويعني ايه الباص مستنيك والباص رايح والمس جاي، ما كانش عندك ده خالص، تمام. فقارن نفسك بابنك في المرحله دي، هتلاقيه هو متفوق عليك بمراحل. وتاني وتالت ورابع، ما تقارنش عقليتك بعقلية الطفل. ما تقولش ده يعني يا اخي انت مش عارف تعمل الف همزه، انت مش عارف تكتب، ده اسمه ايه؟ انت بالنسبه لك كعقليه ولي امر حاجه تافهه جدا جدا جدا، وده اللي بيوقعنا في المشاكل. بنقارن الطفل، انا شايف ان المحتوى سهل جدا وحاجه بسيطه جدا، انت ايه اللي خليها مكلكعه بالنسبه لك؟ لانه طفل في الاول وفي الاخر، هو طفل مش حد كبير، تمام. فما تقارنش نفسك، ما تقارنش نفسك بابنك دلوقتي، وقارن ابنك دلوقتي لما كان عندك 4 سنين، هتلاقيه متفوق عليك كتير جدا 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 جدا، يكاد يكون هو عالم بالنسبه لك، تمام. واحده واحده عليهم وبالراحه، تمام.
علشان يتأسسوا صح، لأن الطفل لو انضرب أو اتعقد من المذاكرة في بداياته في مسك القلم وكده، دايما هيربط ضرب والزعيق والخناق بالمذاكرة بالواجب. أول ما تقول تعالى أعمل واجب، ده ما هو وقت الواجب بتقول لي كذا وتضرب وتشتم وتعمل، نهار أبيض، يبقى هو هيكره المذاكرة. وإحنا بنذاكر ما هو تقعد تقول وتعيد وتزيد، يبقى أنا هتهرب من المذاكرة فهكره المذاكرة. تمام؟ مستني تعليقاتكم على الخلفية زي ما أنتم شايفين، تأسيس بدون تعقيد، هي مش باينة في الكادر، هنظبطها إن شاء الله، هي فوق تأسيس بدون تعقيد. عادي جدا، إحنا كلنا عيلة واحدة. اوريكم ال ايوه الاسم اهو، تاسيس بدون تعقيد. طبعا كده شايفينها كويس جدا جدا جدا. تمام، الاستوديو انا جهزته علشان تصوير الفيديوهات وكمان عشان الاونلاين ان شاء الله، لما ناخد فيه جوله ان شاء الله بعدين، ان شاء الله علشان في كورس فونكس هيبدا ان شاء الله في اول 7 باذن الله تعالى، كورس الفونكس رقم 11 وكمان كورس الفونكس رقم 10 اللي شغال حاليا، هم خدوا اجازه اسبوع وهنكمل ان شاء الله يوم السبت. اشوفكم على خير باذن الله تعالى، استودعكم الله. ما تنسوا طبعا تباركوا لي تحت عشان ما ازعلش منكم في التعليقات. اشوفكم على خير ان شاء الله. طبعا القناه هيكون عليها فونكس وهيكون عليها عربي، ايرك كونفرزيشن محادثه، هيكون عليها ساينس علوم، هيكون عليها ماث، هيكون عليها سوشيال ستادز، وطبعا الحاجه الاساسيه عندي هي اونلاين كورسز اللي هي كورسات اونلاين. اسال على كورسات كي جي 1 كي جي 2 تاسيس وجريد 1 وجريد 2 وجريد 3، اسال على كورسات الجرامر، كورسات المحادثه وكورسات الفونكس. اشوفكم على خير ان شاء الله، واستنونا في فيديوهات اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.